إلى قطاع الصحة الآن، حيث أدى استهلاك الكشير الفاسد بولاية باتنا إلى إصابة العديد من الأشخاص بمرض البوتوليزم ووفاة 3 منهم. هذا المرض القاتل الذي يظهر نتيجة عدم احترام شروط تخزين وحفظ الأطعمة. التقرير لصابرين أبو عبلة. مرض البوتوليزم الذي أودى بحياة أشخاص خلال الأسبوع الفارط بسبب تناول مشتقات لحوم دواجن فاسدة يعتبر من أخطر الأمراض القاتلة على الرغم من كونه قليل الحدوث، فبكتيريا المرض تتكاثر في ظروف غياب الأكسجين في الأطعمة المعلبة ومشتقات اللحوم المخزنة بطريقة سيئة والمعرضة لدرجات حرارة غير مناسبة خاصة في فصل الصيف. كما في الصيف نزيدوا الفريجو التمبيراتور عجل كاشير فرماج باش ما يفسدوش. عند الإصابة بالبوتوليزم تعبث البكتيريا بالإشارات التي تصل بين العصب والعضلة التي يحركها، فتبدأ الأعراض بجفاف الحلق، الإمساك، الغثيان، اتساع حلقة العين، لتصل سريعا إلى صعوبة التحدث، ويكون الفشل في التنفس من أسباب الوفاة. اللوزين بعد لازم يديروا له واش لازم باش هذيك لاسبور ما توليش سوفان فيجيتاتيف. او نيفو دو لا كوميرسياليزاسيون ولا ديستريبيوسيون لازم يكونسيرفيو، تسمى الكاشير هذاك لازم يكونسيرفيوه في درجة تحت 10 دوغري سيلسيوس. استهلاك مواد غذائية فاسدة يؤدي إلى انتشار البكتيريا المسؤولة عن البوتوليزم، الأمر الذي يفرض إنتاج وحفظ الأطعمة بدرجات حرارة مناسبة. هذا وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف أن الحصيلة الرسمية للتسمم الغذائي عن طريق تناول كاشير فاسد في ولاية باتنا سجلت وفاة شخصين، أما بقية المصابين فهم تحت العناية والمراقبة الصحية. أحمد مدني. لا المعلومات هو الاستهلاك تاع هذاك الكاشير اللي ما كانش صالح يعني الاستهلاك، وعطينا توجيهات صارمة للمصالح، المصالح تجاوبت وتبعتوها أنتم بسرعة قوية جدا بحيث توقفت، وإلا كانتكم كارثة توقفت في وتم التكفل بها. للأسف سجلنا يعني وفاة اثنين اللي بالرغم من كل المجهودات اللي اندارت ما كانش اثنين يظهر لي باللي شوفوا الحمد لله، الأخرين راهم تحت العناية وربي يشفيهم. قال الآن أنا توجهت ودرت نداء عن طريق الصحافة وعن طريق الإعلام للتجار للمواطنين بأنه ينتبهوا واش يستهلكوا، يعني لما تروح تلقى شوف تاريخ نتاع صلاحية الاستهلاك ولا لا. وأنا نظن بأنه اليوم تدخل في الثقافة الصحية اللي أنا دائما ننادي بها عن طريقكم أنتم. وفي ذات السياق، فند وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المعلومات المتداولة حول نقص الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مؤكدا أن مصالحه تتوفر على مخزون هام من هذه الأدوية لمدة 9 أشهر. أقول لك بالدواء ما كانش منها، أنا أقول هذا الكلام وأنا ما يشرفنيش. أنا وزير الصحة عندها يومين في 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 لابيان قلت اللابوراتوار اللي تحصل على باش يجيب الدواء دخل السوق الجزائرية أكثر من 75,000 واط نتاع السنتروم هذا نتاع القلب هذا، ونمشي يقول لك باللي راهو مش موجود راهو كذا. درنا اونكيت، طلقنا لي زانسبكتور والخلل اللي لقاوه نقول لهم السلام هذا مكان بكل بساطة الدولة قادرة على لابيسياش، عندي لا كوفرتور تاع 1000 موا، نطمن المواطنين من هذه الناحية هذه اللي يمشيوا المؤسسات الاستشفائيه وياخذوا العلاج تاعهم ما فيها حتى مشكل.